اليوم رانا حنايا سخرنا هذا بيت الشباب لإيواء هذه العائلات، واليوم راهم هنا على مستوى بيت الشباب ورانا متكفلين بهم تكفل تام. العائلات اللي انضرت المساكن تاعهم جبناهم اليوم لبيت الشباب مع رئيس الدائره اليوم ان شاء الله، وراهم هنا وراحين نقوموا بترميم المساكن تاعهم ان شاء الله في الوقت اللي نخلصوا الترميم نعاودوا نرجعوا لديارهم ان شاء الله. البارح حني بيت برا واليوم الحمد لله رب العالمين، رجال الامن واقفين، السلطات واقفين، رئيس الدائره واقفه، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هذه برك شويه اخي. ان شاء الله نشوفوا مع الطبيب النفساني. اليوم وراك انت هنا؟ هاني في هذا اللي جبتونا ليه. السلطات كفلت بكم مليح؟ ايه. صغاركم اموركم طيبه مليح؟ ايه. ما خاصكم والو؟